تبدأ دورة الكربون بأخذ النبات لغاز ثاني أكسيد الكربون من الجو بعملية البناء الضوئي لإنتاج مركبات عضوية. يطلق النبات غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال عملية التنفس. تنتقل المواد العضوية من النبات إلى الحيوان الذي يتغذى عليها، وبهضمها وامتصاصها تدخل ذرات الكربون في تركيب جسم الحيوانات. تطلق الحيوانات غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال عملية التنفس. بعد موت الكائنات الحية وتحللها، يبقى جزء من الكربون الموجود في الكائنات الميتة مختزنا في باطن الأرض. بعد مرور فترة طويلة من الزمن يتكون الوقود الأحفوري. يتم استخراج الوقود الأحفوري على شكل فحم أو غاز طبيعي أو نفط. باحتراق الوقود الأحفوري يعود الكربون إلى الجو بشكل غاز ثاني أكسيد الكربون. يذوب قسم كبير من غاز ثاني أكسيد الكربون في مياه البحار. بعمليات مختلفة يعود ثاني أكسيد الكربون المذاب إلى الغلاف الجوي، حيث تعود الدورة مرة أخرى.